قتل القتيل ومشى في جنازته. انت ايه رايك في دورك انت كتامر؟ لا رايي انا ما ليش راي خالص. انا مبسوط ان انا موجود في المسلسل ده من اول ما دكتور باير كلمني ويعني الليله اللي هو كلمني فيها ما نمتش، كنت مبسوط جدا وكنت خايف لان كنت شايف ان تامر ده يعني بعيد عني اعمله ازاي يعني. بس حقيقة دكتور باهر يعني الراجل ده وقف جنبي قوي يعني، ما اكتر ناس اللي ساعدتني في حياتي بشكل عام. وكنت اشتغلت معاه قبل كده في مسلسل حق ميت وهو اللي طمني يعني، قال لي هتعمل تامر وانا شايف ان انت تامر من انا بكتب واتكل على الله. وقد كان يعني، والحمد لله الفيدباك كويس جدا. لكن رأيي ان انا مبسوط، انا مبسوط ان انا موجود في المسلسل ده جدا، مبسوط ان انا شغال مع امير كرارة، مبسوط ان انا اشتغلت مع بيتر ميمي. ناس بصراحة يعني مش عايز اقول الكلام كده يبان انه يعني اي كلام، لكن يعني بيساعدونا جدا كلنا يعني، كل الشباب اللي موجودين في المسلسل هم واخدين بالهم قوي مننا وبيساعدونا جدا عشان نطلع في احسن صورة ممكنة يعني. طب كواليس تامر، هل انت قعدت مع حد حشاش بيشرب سجاير الحاجات دي؟ عشان قعدت لان انا ما بشربش خالص اي حاجه، ف يعني الشقاوه بتاعتي حتى بعيد عن تامر تماما يعني. فقعدت مع ناس وقالوا لي حتى يعني طب ايه اللي ان انا وبيتر كان عايزني يعني اسنف، فقعدنا طب هنعمل ايه طيب، فجبنا بنادول وطحنا بنادول بتاع الصداع ده وسنفيته فعلا يعني عشان لك ده طيب يعني ده مش هيحرق في المراخير وبتاعه كده. والحمد لله الناس مصدقه جدا يعني، كل الناس مقتنعه ان انا بشرب مخدرات وده يعني بسطني قوي. طب ما هو ده النجاح، ان الناس تبقى مقتنعه انك انت بتشرب مخدرات. طب هل شايف ان تامر ده نقله ليك في حاجه ثانيه؟ انا بالنسبه لي ده اهم حاجه في مشواري الصغير خالص لحد دلوقتي ده عملتها هو تامر ابو المجد. وزي ما قلت لك كده في اول كلامي مبسوط جدا فعلا يعني وطول الوقت كان بيبقى نفسي في حاجه زي كده يعني طول الوقت. واعتقد اي ممثل في الدنيا بيبقى نفسه في دور مكتوب كويس مع ناس مصدقه فيه وبتساعده بجد عشان يطلع هو كويس، وده اللي حصل الحمد لله يعني. انا يعني الواحد ربنا ما ضيعش تعب الواحد الحمد لله، والناس مبسوطين جدا في الشارع ما بنكلبش، وده اللي احنا عايزينه يعني ده اللي احنا عايزينه الحمد لله. هل في وانت ماشي مثلا في الشارع حد قال لك انت حرام عليك، حد بتتكلم؟ انا عامل وكيل يعني بعد الحلقه الرابعه اللي كان ماتت فيها ندى، حسبنا بقى طول الوقت حسبنا وحسب الله ونعم الوكيل وبتاع يعني كده. وناس كتيره جدا تقول لي روح اعترف بقى، روح اعترف بقى، روح اعترف بقى يعني. فالناس متعاطفين جدا مع شخصيه سليم وإلى حد ما طبعا كرهوا تامر يعني، لكن ربنا يسهل بقى في اللي جاي، ربنا يسهل الحلقات اللي جايه كمان، في مفاجآت كتيره جدا في المسلسل يعني. بس مين انت شايفه دلوقتي كشاب معاك في المسلسل، انتوا الاثنين مع بعض بتقدموا دور كويس او بتقدموا دويتو حلو مع بعض؟ مهند حسني لو عامل دور شادي معايا، مهند صاحبي جدا و يعني اكتر من اخواتي، احنا صاحبي يعني، هو طالع في المسلسل صاحبي ومتربيين مع بعض واحنا صغيرين وبتاع، وهو في المسلسل مختلف بقى عني، انا مطرقع وما كملتش تعليمي وبقي معوق كده وبتاع، وهو بقى ديسنت وطيب وغلبان وبتاع وبيحبني جدا. وفي يعني لسه في مفاجآت بقى في الخط بتاعنا وشادي ده، في مفاجآت يعني. لكن هو مهند من اكتر ناس اللي ليا شغل معاها في المسلسل وصاحبي جدا يعني. هل انت توقعت يعني بعد تامر الناس يعني الناس هتفضل اخد عنك انطباع تامر او شكل تامر او مش عارف، ما اعرفش ده هيحصل ولا ايه، بس هو اللي حاصل دلوقتي هو كده يعني، فاهم يعني؟ هو زي ما كده حصل لكم بقى يعني، الناس بتتعامل على اني تامر وانا مش شبه تامر اصلا خالص يعني، لو تامر ده مختلف عني تماما. لكن ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده يعني، ما بفكرش بده حقيقة. انا مبسوط دلوقتي واحنا لسه ما خلصناش، فانا مركز كمان جدا في الشغل اللي فاضل عشان يعني الدنيا تمشي بس. لكن مش عارف. طب هل انت من رايك الشباب في مسلسل كلبش اضاف نكهه جديده او حاجه جديده كنوع ما في التمثيل عامه؟ رايي انا كل الشباب اللي معانا يعني محمد عز، مهند زي ما قلت لك، محمد عز واسماء جلال وساره الشامي وكريم سرور عامل دور حلو قوي، الراجل الثوراجي وبتاع، كل الشباب بصراحه يعني الكاست كله بصراحه يعني. مش عايز برضو اقول كلامي يبقى شهادتي فيه مجروحه، بس فعلا الناس كلها ان كاست جدا وكلهم شاطرين فعاملين حاجه يعني، كلهم عاملين حاجه تمام. وزي ما قلت لك برضو في اول كلامي، مسلسل مكتوب حلو قوي
قوي يعني فعلا مكتوب حلو قوي. كل شخصيه دكتور باهر عامل لها تفاصيل واضحه فده بيساعد اي ممثل. يعني انت لما تلاقي الحاجات جايه لك كده تفتح نفسك على الشغل تخض. يعني انا اتخضيت، ما بقول لك انا طبعا انا هعمل ايه، حاسس الموضوع صعب وكبير عليا قوي، انا مش عارف. لكن الشباب كلها عاملين شغل كويس قوي قوي يعني بصراحه. هل بتروح وانت مثلا نايم تفكر في الدور بكره تعمل ايه، تصحى الصبح تقف قدام المرايه تمثل الدور او كده؟ لا قدام المرايه امثل دي لا ما بعملش كده، بس بفكر طبعا ما بعرفش انام، يعني مش عارف انام خالص. اليوم اللي عندي فيه تصوير ده بقاش يعني نومي بيبقى صعب جدا يعني. بس الدنيا مشيت يعني، انا اول كام يوم تصوير كنت متوتر زياده عن اللزوم، بعد كده بقول لك يعني دكتور بيتر راجل مريح قوي يعني بصراحه، يعني بيساعدنا جدا وهو مريح فعلا، هو شخص مريح جدا وحقيقي دكتور اطفال فعلا يعني عارف يتعامل معانا يعني. طب حد داخل الوسط بيدعمك وواقف سبورت في ظهرك، وحد بره الوسط عيلتك او كده؟ طبعا اهلي طبعا بيساعدوني جدا، ابويا الله يرحمه كان اكتر الناس اللي تساعدني، وجوه الوسط فيه طبعا انا مخرج سميح النقاش من اكتر الناس اللي تساعدني وتوقف ورايا. كنت اشتغلت معاه مسلسل غمضة عين من كام سنه كده، وراجل يعني من الناس اللي انا مبسوط ان هم موجودين في حياتي يعني، هو بيساعدني جدا، ده من اكتر الناس اللي بتساعدني فعلا يعني. ودكتور باهر ديولار يعني. سؤال اخير، هل انت بقى راضي عن نفسك ككل في المسلسل في التمثيل؟ هل انت راضي من جواك؟ الحمد لله، ده سؤال ابن لذينه قوي يا عم. لا يعني بص انا ما بعرفش اشوف نفسي خالص يعني، من زمان كده انا شغل المسرح يعني بشوف نفسي يعني ما بقاش مبسوط، لكن راضي لان احنا الحمد لله يعني الناس مبسوطه فخلاص طبعا الحمد لله، لكن اتمنى كمان اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. يعني مثلا ما بتشوفش لقطه مثلا تقول يا ريتني كنت عملت كذا؟ اكتر من كده بقول ايه القرف ده يعني، بتضايق جدا ساعات يعني، لكن الحمد لله الحمد لله. بس القرف اللي انت شايفه الناس مش هتحاسبن عليك عشان يعني انت خلاص دخلت عليهم الدور، فالناس شايفه انت شايف ده قرف بس الناس شايفاه شر. الحمد لله، لا الحمد لله يعني، انا بقول لك يعني كلام الناس بيبقى كفايه جدا في الاوقات اللي زي دي، وصل واحد في بدايه طريقه يعني، فلما الناس كده تتفاعل مع الدور طبعا يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اسلام حفظي حابب نشكرك جدا جدا جدا، وان شاء الله تبقى في كل المسلسلات ان شاء الله السنه الجايه باذن الله، ومحدش يبقى اسلام حافظ ان شاء الله تبقى في كل المسلسلات ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. شكرا شكرا.